انا جبت لك فطور عشان تاكل، بيجيلك يومين على لحم بطنك. ماليش نفس. ولو قلت لك عشان خاطري، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. انت ليه جبت الفروجه وعملت اللي عملته؟ اني راجل متعلم وافهم في الاصول، قلت حافظ على شكلك انت وناسك قدام الخلق. وبعدين يا حكمت، انا لي نظره في المراه اللي قدامي وافهمها من عينيه، وفوق دوله ودوله ده انت نقوت الكبير. تعرف يا سيدياب، انت كبرت قوي قوي في نظري، وعمري ما هنسلك اللي عملته عشان. الله يكرم اصلك يا ستي. بكفاياك دخان، انت عفرت كتير. خايفة على صحتي؟ معلوم. مش جوزي؟ جوزك؟ بخاطرك ولا بخاطر عمك؟ بخاطري. انت جوزي وسيدي وتاج راسي كمان. حكمت، ايه الوش الجديد ده؟ عاوزة حاجة اياك؟ عاوزة رضا الراجل اللي سترني وحافظ علي. لو عاوزة رضا يصح تنفذ اللي هطلبه منك. هتطلب ايه؟ ارقصي معاي. ارقص؟ انا ما بعرفش ارقص. سيبيلي نفسك خالص وانا هعلمك. سيدياب انا بستحي. تعالي تعالي قربي. سيدياب انا بستحي. قربي. ايوه كده. ايوه 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 من النهارده ما تستحيش مني واصل، ده انت مرتي يا بيت. ايوه انا من النهارده مرتك.